هاشم، كم ولد وكم بنت عندك؟ عندي شاب وبنت. كم شاب وكم بنت؟ لك منين بتسمع انت؟ عم اقول لك شاب وبنت. لك مين يا حسن؟ ليش عم تجيب سيرة خطيبتي حبيبي؟ خلص طب فارس هدينا شوي، هدينا. شو هديك؟ شو رشغل مع خطيبتي ليجيب سيرتها؟ خلاص بابا سيروح، انا بفهمك. هدينا لك هي حسام بنتي، بنت مو شاب. ماشي انا هاتاكد. اتاكد. الله معك. وانت شو بنا؟ ما بيكفينا هالطائع له على انت طالع حتى روحه. شو رص عمي؟ روي روي روي. تفضل. يلا يلا يا سيدي. مسجل هاشم نزير مصطفى ولد، احسان نزير مصطفى ولد. تفضل سيدنا. على حد علمي ابو هاشم ما عنده غير ولد واحد واسمه هاشم. يا سيدي عنده ولدين، احسان وهاشم. معناتها مخبينه لهذا احسان من شان ما ناخده على اخذ عسكر. اكيد. بس بتعرف حكمات، انا اللي مخايلني، انا صار لي 20 سنه رئيس كلكون، لا شفته لهذا احسان ولا سمعت باسمه. بس يا سيدي هذا احسان مسجل عنا بالقيود انه ذكر. بركي في شي علة، في شي مشكلة هذا الولد، مشان هيك ما بدهم يورجوه للناس. مشان هيك سيدي لازم نتأكد. وصحيح في شغلة تانية، وقت رحت لعندهم اجا شاب نعرني، قال شو؟ هذا خطيبه لأحسان. شلون خطيبه لأحسان وإحسان ذكر؟ حلا لك شو عم تخرف انت؟ لك ابني شو عم تخرف؟ زلمة مشورب مشورب الزلمة، قال خطيبه لأحسان وهو ذكر، ذكر مع ذكر بقى. يا عسكريه عم تتمسخر كمان يابي؟ يعني انا بدي روح على اخذ عسكر؟ يا سلام، شو رح نكيف؟ يا سلام. لك لا لا. لك انت شو؟ لك مخربطين فيكي، مفكرينك صبي مو عارفانينك انه بنت وجايين ليتاكدوا. ومع هيك انا ماني راضي. لك انا راضي يعني عار. اجلجتنا اجننتنا. اوف. لحظة يا جماعة لحظة، هي الدقة فيها إنا، أنا برأيي إنك تنبطح. بلا خلاصة. لا إله إلا الله، لسه رايحين جايين، إيش عملتوا ولا شغلتكم؟ لك يا هدينا لك، لا تعلي صوتك لك حيوان. لك طلع على لساننا شعر ونحن نقلكم بنت مانا صبي، بنت مانا صبي. بدنا نتأكد. وشلون بدكم تتأكدوا؟ أبو هاشم بدنا نشوف كل اللي موجودين بالبيت، اولهم احسان. شو عم تحكي؟ هدي هدي شو عم تخبر؟ هاي شو بدك تشوف احسان؟ حبس بدك تسرع. كيف بدك تعمل؟ ارجع على تعملنا بلا شيء مشيت العروس. حطه هدي هدي حبيبي، وين عم تشحطه؟ ما بدك تشحطه هذا صح. حطه ما لا ما بدك تعمل. شوف عمي انت هاري، شوف عمي. شو ولا؟ منا نفوت بالزوق ولا بالسرماية؟ لا بتفوتوا بالزوق بلا السرماية، بس في شرط، بدك خطانة لي ابني وسهري كمان. لك فوت لي يا خطاني لك. يلا يلا حرف. شفتوا شفتوا شلون مولانا انه احسان طلعت بنت معنا صبي؟ اسمع لك، معكم مهلة لبكرة، يا بتسلمونا احسان يا اما العيله كلها رح دكها بالسجن، وهاشم رح ناخده على اخذ عسكر محل اخوه. فهمت؟ لا سيدي ما حسبتوا، هاشم وحيد ما بيروح على اخذ عسكر. ولكن مسجل عنا انه عنده اخ، فهمت ولا لا؟ اسمته انه ما عنده اخ. وشو بدنا نشبه؟ لك شغلتكم هي، هي شغلتكم مو شغلتي. فهمت؟ حول ولا قوه الا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل عليكم، حسبنا الله ونعم الوكيل عليكم. شو بدنا نشبه؟ شو المصيبة؟ أحسن شيء تجيب شهود يشهدوا إنه ما عندك شب غير هاشم. وينك؟ محي الله شهود؟ بدك شهود يعترف فيهم الكراكون والحكم دارية، يعني مثل أبو أدهم المطهر، الدايق متيسير، أنا المختار، من هدول يعني. كتر خيرك،
كتر خيرك يا مختار، والله ما بنسى لك يا بعمري ما بنسى لك بطريقك يا مختار، الله يخلي لي اياك، بدك تطالع لي ابني هاشم وصهري من الكركوك. تكرم عينك، انت هلا روح خبر اهل بيتك يخبروا الدايم تيسير وتريك الباي عليه. امرك امرك مختار، الله يخلي لنا اياك، الله يخلي لنا اياك. شبنا ام تيسير؟ عم تضحكي بدل ما تواسينا بمصيبتنا؟ ان شاء الله ما تواخذيني يا هاشم، بس شو بضحك مو بايدي. يعني عم بتخيل شكلها هي وحامله الباروده ونازله. امي نحن مشان هيك جبناكي، مشان هذا الشيء ما يصير. شو قصدك؟ يعني بدي اياكي تشهدي انه انا ما جبت الا ولد واحد. ايه براسي تقبريني، بشهد طبعا، بشهد انه انا ولدتك مره بنت ومره صبي. كتر خيرك. لا اله الا الله، قومي يا مو، قومي اعملي لنا قهوه. حاضر. خلصنا انت، خلصنا بقى. انت الشغله اللي عملتها كبيره كثير. ايه كثير كبيره، بس رح نسامحك كرمال المختار وبس. تسلم يا جناب اليوز باشي. وشو مشان هاشم سيدي؟ هاشم رح يضل عنا هون لحتى يجي اخوه يسلم حاله. الله وكيلك يا سيدي، ما عنده اخ. الله وكيلك ما عنده اخ. لك جناب اليوز باشي مصدق كلامنا، بس ما في يعمل شيء لحتى نثبت انه احسان حرمه. لا اله الا الله، لا اله الا الله. من انت كنا نجيب سيره العرض يا مختار؟ لك فراس، لا تعلي صوتك حسب ما نزلك لتحت. لك شبك فارس؟ حتى لو يعني ما بنجيب سيره العرض يا مختار، ما انا متعودين هيك. لانه مضطرين، واذا مضطرين ما بتنجاب سيره العرض. خلوني بالسجن بس تجيبوا سيره العرض اخي. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. عن إذنكم سيدنا. شبي من هاللحظة أنا ما عاد صهركم عمي. شو قصدك؟ قصدي بيطلق بنتك. عم تحاسبنا على ذنب ما دخلنا فيه؟ ما دخلكم فيه؟ ما دخلكم فيها، فضحت بالحارة. لكن أنا واحد يقول لي شو ما ضل نسوان بالحارة حتى تخطب زلمة؟ والله لو ما شعلون بين إيديك تروح. لا خلصنا، قول اللي عندك والله معك. إيه رح أقول؟ أنت طالق إحسان. أنا شو ذنبي حتى يطلقني يا مو؟ شو ذنبي؟ الله يعوضك بأحسن منه. الله يسامحكم على هالعملة، يعني شو خطر لكم تسموها لهالبنت إحسان؟ أبو هاشم هيك بده. والله أنا ما بتذكر في حدا بعيلته اسمه إحسان، يعني لا أمه لا عمته لا حدا من إخواته. أبوه الله يرحمه إجا لعنا قبل ما أحبل، وقال شافني بالمنام إنه أنا جبت بنت وسميتها إحسان. آه. فقال له لابن عمي إذا جبتوا بنت لازم تسموها إحسان. الله يسامحه، الله يسامحه هو التاني على هالطلب. ايه مو مزبوط بالمرة. ايه والله ماله مزبوط. وهلأ بعد اللي صار ما حدا رح يدق باب ابنه. لا تقبريني، ما تحكي هيك، الله يوفقك. وحياة عينك رح تجيب لك عريس بيسوى راسه لهداك. الله يسامحه. الله لا يسامحه لأنه ظلمك. ايه والله ظلمني كتير. اسمع يا مختار، الكل بده يحلف على القرآن الكريم إنه إحسان حرمة ما أنا رجال. أكيد سيدنا، كلنا منحلف. أحلف مختار. أقسم بالله العظيم إنه أبو هاشم ما عنده غير ولد واحد اسمه هاشم، وإحسان هي حرمة. بصم لنا هون يا مختار. يعطيك العافية. صومي يا اختي بصومي.
ايدك اليسار. يعطيك العافية. يعني مولانا هيك خلصت المشكلة؟ أبو هاشم احمد ربك إنه الحاكم دارية أخذت بشهادة الشهود وقال لك أنت رحت فيها أنت وهاشم وإحسان. الحمد لله الحمد لله. وهلا مشان هاشم شو بدنا نعمل؟ هاشم رح يطلع هلا وبتاخذه معك، بس عمي الله يرضى عليك. مرة ثانية يعني سموا لي أسامي الشباب بأسامي شباب والبنات بأسامي بنات، ما تخلطوا هيك. أنا بترجاك تأكد عليهم يسموا أسماء البنات بنات وأسماء الشباب شباب. لك شو حكي أنا مع رجال؟ معي أنت ولا مو معي؟ معك. أنت شو؟ الله يعطيك العافية. ومشان ابني خلص رح ياخده. طلع هاشم وبعته مع العم. الله معكم سيدي. الله الله معك. الله يرضى عليك يا ابني، الله يرضى عليك. الله يخلي لنا اياك ويطول بعمرك يا ابي. الحمد لله على سلامتك يا ام. الله يسلم عمرك يا ام. الف الحمد لله على سلامتك اخي. الله يسلمك اختي، الله يسلمك. سامحيني يا بنتي لاني سميتك احسان، بس مو بايدي، هي كانت وصيه ابي الله يرحمه. سامحتك يا ابي. مشان خطيبك هذا الغليظ فارس لا تزعلي، لانه غليظ وبايخ وما بينطاق وبيجيك احسن منه. الله يستر له. الله يجبر بخاطرك بأحسن منه يا حق. آمين آمين. من تمك لباب السم. يلا يا مو امشي نحضر لهم أكل، بيكونوا جوعانين. حاضر. يلا يا مو يلا. عود عود يا مو عود. عود ابني عود. عود لأحكي لك شو صار. الله وكي لك رحمني فلا يا أبي. لا تأخذني يا أبو هاشم، الأصول إنه أنا أجي لعندك وأطلب منك الطلب اللي بدي إياه. ولو يا مختار ما في بيناتنا الأمور يعني عادي وأكثر من عادي كمان. إيه أخي أبو هاشم، أنا بيشرفني أطلب إيد بنتك لابني، وإذا وافقت رح روح أجيب الجاهة وأطلبها بشكل رسمي. لك شو وافقت؟ لك نسبك عز إلي، بس الأصول يا مختار إنه نحن يعني نجيب موافقة البنت، مزبوط ولا مو مزبوط؟ إيه معلوم معلوم، اسألها ورد لي خبر. أمرك مختار أمرك. الله يقدم اللي فيه خير، الله يقدم اللي فيه خير. موافقة بس بشرط ما يطلقني لأنه اسمي إحسان مثل ما عمل فارس. هيك بتقولي لأبي؟ إيه رح أقول.